اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الجزء القبل الاخير في هذه الحلقه الهامه جدا، وفوز النادي الاهلي بالدرع رقم 41 في من عمر او من الدوري العام المصري. معلش اعذروني بقى اخر الحلقه وكده. خليني ارحب بالدكتور احمد سالم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. مبارك يا الف مبروك. الله يبارك فيك. مبتسم النهارده وبتضحك؟ طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته على اللقب 41. يمكن بطوله كانت صعبه، يمكن انا شايفها اصعب بطوله دوري في تاريخ النادي. يعني بطوله بتاكد حاجات كتير قوي، يعني بتاكد اولا انت كنت مثلا في المركز قبل الاخير يوم 22 نوفمبر 2018 كان عندك 11 نقطه من 6 ماتشات. النهارده الاهلي رسميا بطل الدوري، بتاكد مقوله ان المستحيل ليس اهلاوي. اكدت كمان البطوله دي على قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي احنا عرفناها طوال التاريخ، كانت دايما الناس بتشكك في الكلام ده، البطوله بتاكد الكلام ده. اكدت كمان ان المقوله يعني انتصرت على بعض المقولات الثانيه زي الاهلي بيكسب بالتحكيم. النهارده نادي الزمالك محسوب له 13 ضربه جزاء، 13 ضربه جزاء خلال الموسم. خلينا نتكلم في النادي الاهلي يعني ماشي. معلش اكدت كمان عايزين نفرح ونتبسط، وخلينا نتكلم عن النادي تمام ان الاهلي بيكسب عشان هو نادي الدوله. لا، النهارده النادي الاهلي بيكسب بطوله رغم كميه الحاجات اللي بتحصل دي كلها، ورغم التحالف اللي حصل، ورغم الحاجات اللي حصلت على مدار الموسم، الا النادي الاهلي هو بطل الدوري. يمكن المباراه النهارده يا كابتن اسلام فيها مكاسب كبير كده، مكاسب فنيه كتيره جدا. أيوة. على مستوى